ايه الاخبار يا ناس حلو عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو النهارده من كاب بيست ونبه. النهارده نلعب مع بعض لعبه سباقات جديده. هو انا لعبتها شويه مع نفسي عشان افهمها بتشتغل ازاي وبتاع، ما عجبتنيش قوي، ولكن هجربها معاكم كده تاني او هوريها لكم وانتوا تقولوا ايه رايكم. ماشي، فخلونا نبدا من نبه واوريكم. بص، هم عاملين جو ان انت كانك في عالم مفتوح شويه، تمام، كانك موجود في عالم مفتوح شويه. خلونا بس اوطي اللعبه شويه فوداني، كانك في عالم مفتوح شويه وبتاع، ماشي، ومفروض ان انت ممكن تسابق فيها بموتوسيكلات او باسمه ايه ده، ببيتش باجيز او يعني في كذا نوع حاجات، يعني فاهمين ايه اللي انا عملته ده؟ في ايه نسيتر؟ اوكي نيفر مايند. اوكي فانا ممكن ادوس كده وهنعمل كارير. بص احنا ممكن نعمل اي تي فيز او باليو تي فيز، بس طبعا دول مقفولين دلوقتي للاسف. لازم تخلص الاي تي فيز عشان تجربه. فمش عارف هل لو لعبت اكزيبيشن وعملت كويك بلاي هل ممكن العب بحاجه غير الموتوسيكلات؟ اعتقد لا، اعتقد لا. غير كده زي ما شايفين اللعبه فيها شويه جليتشز غريبه شويه برده، ولكن خلونا نعمل كده وخلونا نلعب دي. يلا. موتو isn't just a sport. ايه ده يما؟ بايكس، اي تي فيز، يو تي. المشكله ان اللعبه تحسها لعبه قديمه، يعني دي مشكلتي شويه، انه من ناحيه انه في فيديو شغال بس الفريم ريت بتاعه قليل. انا من زمان ما لعبتش لعبه موتوسيكلات عجبتني، فدي استمتعت شويه وانا بلعب التوتوريال الصراحه، ولكن هو السباق ده هو اللي هيعرفني هل استمتع ولا لا. فخلينا نشوف، هنخش سباق على طول نجرب يعني. بس كجيم ميكانكس لا، في حاجات كتيره حلوه. يعني مثلا لو انت مثلا بتلف لفه ضيقه لازم تروح مخفف سرعه ومستخدم الانالوج اليمين عشان تميل نفسك وانت بتلف بالانالوج الشمال، فاهمين؟ ماشي، سوري يا جماعه. ماشي، هو الطريق من فين؟ اوكي، فمثلا كده ممكن الف كده. بصوا يا لهوي، مش كده يا لهوي، ايه اللي انا بعمله ده يا عم؟ استنى، المفروض انا ممكن مثلا ممكن هنا اعمل كده واعمل بقى حصان بقى واعمل مش عارف ايه وبتاع. في حركات كتيره في اللعبه الواحد ممكن يتعلمها، كان ممكن اقع فيها دي. ركز كده، خليك اون تراك لو سمحت. هل هعرف اوصل لده اصلا ولا لا؟ انا ملاحظ ان انا بغلط كتير. يا نهار ابيض عليا وعلى سنيني، انا هعيد السباق ده من الاول يعني. استنى، مش حاجه ماشيه صح. فكرتني باللعبه كانت موجوده زمان على ادائك، تريك اسمها ايه؟ اكسايد بايكس تقريبا، حاجه كده فاكرينها؟ اللي كانت موجوده على الان اس، كانت لعبه موتوسيكلات كده 2 دي. ماشي، هو على اساس ايه يا جماعه؟ على اساس ايه بتعرف انها هتفتح؟ انا مش فاهم، بتعرف انها هتفتح ازاي والله؟ ايوه بس كده، انا كده الاول بس كده، انا مبسوط اوي. يا نهار ابيض يا جماعه، يا جماعه بليز، اخوكم الغلبان في فيديو بيتصور انا فزت من فزت من مش فارق فيها الفوز الصراحه. ماشي ماشي، يلا 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 يلا. ايه انا بحاول انا ايه اخدعه. ايوه بس خدعت اللعبة. يخرب بيت يا عم، دول هم لفتين في السباق يا عم، هم لفتين والله، والله العظيم كده اقسم بالله. بص على امريكا على اليمين ملعلع، لازم لازم ايوه فاينل لاب، ودي جامد. انا طالع الخامس، ودي جامد. هو انا لو عملت كده يحصل ايه؟ لا انا قصدي هل ينفع خم؟ اوف تراك اوف تراك، اوكي نيفر مايند. هنعيد السباق تاني، هنعيد السباق تاني واخلي بالي. هي اللعبه صعبه قوي والله العظيم، كنترول صعبه ومش مشكله منها هي، لا يعني هي ما اعرفش بقى الناس بتلعب بقى موتوسيكلات كتير عارفين يتحكموا فيها ولا لا، بس انت لازم تتحكم. انتوا ازاي بتعرفوا بقى امتى هنطلع يا جماعه؟ بس ابقى فاهم ايه اللي، ايوه بيقول لي جو مره واحده، ايه اللي بقى بيعد لي؟ يعني ايه اللي بيعمل لي تي 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 تي؟ مش فاهم يا جماعه، يا جماعه يا اخوانا، مش كده والله ما كده. احنا في الثانيه كام؟ 41. ماشي، عشان دي تتحط في الضمني للحته اللي فاتت دي. ماشي، طب انا هو انا اسبقهم ازاي دول بقى؟ يعني مش فاهم. خلاص قاعد سبق، اعمل ايه بقى؟
على فكره في واحد طلع اوف تراك والله، مش قصدي عليا انا يعني. طلع السبعه ده الريس اللي فات كنت هخلص اكرم من كده والله العظيم. بقول لكم ايه الريس ده كسبنا خسرنا هنخلصه للاخر. ها يلا بقى ايوه ايوه ماشي بين السادس اهو. يلا 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 خليك كويس يلا يلا خليك كويس يلا والله مش كده. ده انا بقيت الثامن يا عم يا جماعه والله العظيم اطلع الاخير. طيب ولا اعمل ايه مش فاهم. الله يخرب بيوتكم. بقيت التاسع. مين ماثيو دي انطونيو اللي كسبني ده؟ يلا سبقني يا اسطى. هو انا ماشي بالراحه؟ هو في حاجه؟ لحظه واحده كده، انا ليه حاسس انها بطيء قوي؟ ترانسميشن اوتوماتيك ماشي. انا بلعب على ايزي يا اخوان. يا نهار ابيض يا جماعه انا كنت ماشي، كنت بلعب بموتوسيكل مانوال وانا اصلا ما اعرفش ازاي تلعب بمانوال والله العظيم. عشان كده كنت متبهدل من ناحيه السرعه تقريبا والله اعلم يعني تقريبا. اوكي انا على الاقل عرفنا حاجه مهمه اهو. ماشي يعني اهو شفتوا كنت التاسع بقيت السادس، فانا لحقت نفسي متاخر شويه بس لحقت نفسي على الاقل شويه. من ناحيه انا فهمت اللعبه بتتلعب ازاي، فلو لعبنا السباق ده تاني هبقى عارف انا بعمل ايه. انا بقيت السابع. الله يحرقك. اوكي اللعبه بتحتفل بايه والله والله العظيم. ايه ده ادوني تروفي. يا عم راستر السباق يا عم، يا عم راستر السباق يا عم يخرب بيتك كده والله العظيم. ما ينفع اللي بيحصل فيا ده اقسم بالله. لعبتكم صعبة. ماشي. ما يلا يا غالي انت هو ايه الذل ده يا عم؟ حاسب كده بقى. وسع لي كده. وسع لي كده، والله العظيم وسعوا لي كده. يا عم اللي جاي من بعيد ده ما ينفعش اضربه زي رود رش. اعمل أي حاجة والله. مش 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 على فكره انا كنت ببعد في الحقيقه كان انا اللي بسوق والله العظيم ما اعرفش ليه. ماشي ايوه. طب انا ملاحظ ان احنا مقديين اهو يعني انا كنت صح. اوكي اللي هيلعب اللعبه دي يا جماعه ما فاكس مانوال دي والله. لو انت مش محترف سواقه موتوسيكلات فكك ما تعملش فيها شبيح والله العظيم. اتعلم اللعبه الاول بعد كده ابقى اجرب حاجه جديده بقى. لا ده انا شاطح يعني انا سابق شاطح دلوقتي. اوكي كويس والله قشطه كده قشطه يا عم كده قشطه كده قشطه يا عم. طب بقى تقول لي بقى مانوال وبتاع ومش عارف ايه. مش عايز انا مش عايز مش عايز. خد يا عم نط اهي يلا. ده انا سابق بمسافه والله العظيم. ماشي سافقهم باربع سافقهم سافقهم باربع ثواني يعني هم دلوقتي بيلفوا اللف اللي ورايا. ماشي ايوه كده ايوه كده ايوه الحمد لله ايوه كده. بس اوكي ماشي. بصراحه الفايبريشن بتاع اللعبه حلو شويه مع اني حاسس ان هو هيبوظ الدراع بس كويس عجبني. تحس ان انت ماشي فعلا على الرمله وبتاع او طينه فده كويس. اللفه اللي جايه دي اللفه اللي قبل الاخيره تقريبا يعني هي في دي معاها نطة بعدين في اللفة الجاية دي خطرة شوية لازم اخلي بالي بعدين اللفة دي دي اخر لفة قوية بعدين علم امريكا قدامنا على اليمين وبعد كده اكسبت. انا كسبت من اول محاولة زي ما احنا عارفين. قوي جدا شاطر جدا. يلا بينا اقلب مع نفسك ما ينفعش اقلب نفسي. اوكي ميرسي يا جماعة ميرسي. انا عارف انا عارف انها كويس انا عارف انا عارف انتكم القرف. طيب لذيذة او يعني بداية لطيفة.
مش احسن لعبه سباقات موتوسيكلات لعبتها في حياتي، بس ممتعه لغايه دلوقتي الصراحه. فخلينا نشوف انا فيه ايه. ايه النظام يا زميلي؟ اوكي معانا اي تي في. اوكي لحظه واحده، كارير اي تي في. طب انا عايز العب الاي تي في شويه. ازاي العب الاي تي في شويه؟ فايبريشن غير مبرر والله العظيم. يا اسطى عايز العب الاي تي في شويه. يا اسطى العب بيها ازاي كده ولا ايه؟ ايه ده المفروض ما اعملش كده يا عم؟ يا عم انا فين يا عم؟ الحقني يابا. هو الفايبريشن بتاع الجهاز مش عايز يقف، انا مش عارف ليه. هي دي ايه؟ دي كولكتبل. اوكي ماشي، ممكن ترجعني بره لو سمحت. اوكي طيب، اكسبيشن كويك بلاي. عايز العب بالاي تي في يا عم. طب تايم ترايل ما فيهوش اي تي في؟ لا. طب جراج خلاص. ايوه خلينا نجربها شويه بس. ايه ده؟ بس بس ماشي. ايه بقى البتاع دي بقى؟ اوكي دي هي كمان صعبه جدا اقسم بالله والله العظيم. لحظه، هو انا لو عملت كده دلوقتي وجيت العب هل هيسيبني العب بقى؟ لا لازم اخلص برضو بتاع الامكس. هو بتاع الامكس فيه قد ايه؟ يا نهار ابيض، 24 اسبوع يا عم. اللي مشتري لعبه سيبه يلعبها يا عم براحته يا عم. طيب خلينا نجرب دي. ماشي والله العظيم اقسم بالله سباقات غير مبرره. يلا يا عم ماشي. هو اللي على الشمال ده ماله بيرعش كده؟ وسع ياه وسع. ولا انت شكلك كده جاي تنفس ولا ايه؟ انت جاي تنفس ولا ايه؟ يالا فطار. ايه العشوائية دي؟ يخرب بيتك، ده بيطير يا عم. بس ده بيطير طيرة كويسة يعني. يا لهوي ده مين باتمان ده؟ ايه يا جماعة في ايه؟ الاوتوماتيك اتقفل تاني ولا ايه يا اخي؟ في ايه والله؟ انا طالع الرابع ليه؟ يا رب تقعوا، يا رب ترشقوا، يا رب ترشقوا، يا رب كلكم تطقشوا في بعض. دي اللفة الأولى خلصت ولا إيه؟ لا لسه. مركزتش مع النط أنا. أصل النط في اللعبة ليه برضه إيه وي؟ النط في اللعبة برضه فيه ليه طريقة يعني. فمش عارف بيقول لك بقى أعمل كده وبعد كده أعملها عكس ومش عارف إيه يعني الرايت أنالوج والليفت أنالوج وتدوس على زرار مش عارف إيه قبل النطة وكلام كده صعب يعني. بص المفروض إن أنا نطيت النطة دي كويس. فكلام صعب ومحتاج إن الواحد يفتكره كأنه بيذاكر يعني. يا عم انا موافق اطلع الرابع والله. لا انا لازم اطلع التالت صح؟ لازم اطلع في التوب 3 تقريبا. ماشي حلو. يعني مش بحاول اطلع الاول وانا اقدر اطلع الاول اصلا، لا عايز اطلع حاجه في التوب 3 وخلاص، اللي هو انجح، عايز انجح يا رب نجحني بس. وسع يلا. انا غلطت غلطه هنا من شويه فدي اللي بوظت لي الطلعه دي، بس مش مشكله. ماشي يا نهار ابيض عليا وعلى سنيني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. في واحد كتير من فوق. يا لهوي اكيد مش كل دول سبقوني صح؟ اكيد 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 مش بعد ما كنت التاني كل دول سبقوني. وسع يلا. هو انا ازاي طرت كده يا عم؟ يا عم الفيديو ده يطلع منه ميمز والله العظيم. يا رب
احنا السابع يا رب. يا ليوي صل على رسول الله. نفس النطه بنفس الغلطه يا ابني. خش يا ابني جوه التراك يا ابني يخرب بيتك. طلعنا الثامن تقريبا. يا نهار ابيض عليا. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه. يا ربي يا ربي الرحمه يا رب. تقريبا ده اخر سباق اعمله في الفيديو ده تقريبا. مش هكمل اللعب. مش هكمل مع منبه والله العظيم. اللعبه مش احسن حاجه في الحياه الصراحه. اعتقد ان هي واخده 6 من 10 على ميتا كريتيك او حاجه. مش اعتقد ان انا يعني عارف. اعتقد ان انا يعني بتوقع يعني هتلاقيها واخده 6 من 10 او حاجه بالكتير يعني. لان هي رديئه شويه الصراحه. مش هنا خلصنا عامه. خليني اوقع نفسي بقى. بس هي دي النهايه الممتازه والله. عندي فضول بجد اعرف هي واخده كام. بس انا بس اشوف كده لما اخلص هيحصل ايه. وخلينا نشوف كده واخده كام. ام اكس فيرسز اي تي في ليجندز ميتا كريتيك. طلع لي اصلا واخده. واخده 59% يعني 5.9 كتوتال يعني من كل من كل المرجعات. من رايي الصراحه ده اللي تستاهله. حتى من المستخدمين 5.3. في ناس مدينها صفر. في ناس مدينها صفر. اكتر ناس مدينها سكور مدينها 8 سوفت بيديا. مش واثق في مراجعات مصر. فاللعبه الاول لو جات لك ببلاش في بلاي ستيشن بلس هتضيع فيها شويه وقت. بس انك تشتريها دلوقتي اعتقد هي جلتشيه شويه. خصوصا ان السباقات فيها شيء مهم يعني. او يعني السواقه شيء مهم يعني. ف كنت محتاج. هو ليه في علامه لونها اصفر؟ لحظه كده. ايه العلامه لونها اصفر هناك دي؟ استنى كده. لا يكون هيديني العربية التالتة. استنى كده نشوف. يمكن يكون صلاح الحاجة التالتة. لو كده نجرب. اوكي اهو. فعلا اوكي. ماشي لحظة بقى. جراج. تعال نجرب النوع التالت من العربيات وخلاص. يو تي في. هادي. ايه ده؟ انا كنت داخل جواه يا جماعة. مش عارف اطلع من الركنه بتاعتي. طب ممكن اعمل كده طيب؟ طب ما انا كان حضرتك ما اتحركتش خالص. ايه ده؟ اوكي. هي بتمشي لوحدها. الو؟ ايه ده؟ الخشب ما بيتكسرش؟ اوكي. مش عارف اشرح لكم ازاي بس هي بتمشي لوحدها. مش عارف اشرح لكم ازاي. بس مش دايس على حاجه. انت عايز هي تتزحلق؟ لا هي مش بتتزحلق. هو الفايبريشن كانها دايس على الزرار. فاهمين؟ شكل اللعبه فيها جلتشات كتير. بس كنت اقول لكم العالم حلو. بس هو برضه عباره عن شويه زرع وشويه شجر. فمش عارف. مش عارف. سبيد ديمون ايه ده؟ ما انا اخد تروفيز وخلاص. طيب اللعبه زي ما قلت لكم يعني لعبه من اللعبه اللي لو جات لك ببلاش تتبسط بيها. لو دفعت فيها مبلغ كبير تزعل يعني. تقول لا مش عايز ادفع ثمن في اللعبه زي دي. يعني ما تستاهلش. فاهمين؟ فيها جلتشات كتير قوي. الاي اي مش احسن حاجه في الحياه. الانفايرمنت يعني انت بتشوف قدامك سور تتوقع انه السور ده انا ممكن افعصه وبهدله بالعربيه بتاعتي. تخش فيه ما يتكسرش. الحاجات دي بتفرق جامد على فكره. زي ما انتم شايفين بيتعمل حاجات غريبة العربية اصلا. مش فاهم السور ده ايه نظامه. ممكن اطلع منه عادي. فانا مش فاهم. بس فعلا عموما اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم يا ريت تعملوا لايك. ماشي. وتشتركوا في القناة اذا كنتم غير مشتركين. وقولوا لي ايه رايكم في اللعبة تحت. يعني هل دي لعبة انت ممكن تشتريها ولا مش حاسسها قوي؟ يعني انا كنت متحمس لها جدا الصراحة. فعلا كنت متحمس لها جدا والله. كنت متحمس للفيديو ده جدا جدا جدا. فقولوا لي ايه رايكم تحت في التعليقات. وانا هقفل الفيديو هنا واشوفكم مره جايه ان شاء الله. I love you all. وباي باي. الى اللقاء. سلام استوي. باي باي.